حديث طبعا مشاهدينا حول شهر رمضان الكريم، وكيف من الممكن أن يكون هذا الشهر شهر كذلك نتخلص منه من العادات الغذائية السلبية، وكذلك يكون فرصة لتصحيح بعض الاضطرابات الصحية. معي الحديث حول هذا الموضوع دكتور محمد كواش، الطبيب العام مختص الصحة العمومية. صباح الخير دكتور، متواجد معنا عبر سكايب طبعا. صباح الخير دكتور. صباح النور اخي نور، تحيه لكم، تحيه رمضانيه لكل الشعب الجزائري والامه الاسلاميه، مرحبا. شكرا لك تواجدك معنا صبيحه اليوم. بدايه، كيف كان اول يوم رمضان دكتور؟ هو طيب اليوم الاول من رمضان هو يوم متعب بصفه عامه، لان في تغيير في العادات الغذائيه وما كان فيه ضغط بفعل العمل الى اخره، لكن على العموم الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. دكتور، مثلما تابعنا امس المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بممرداس بالتنسيق طبعا مع مصالح امن الولايه، عملت على حمله تحسيسيه للوقايه من حوادث المرور، طبعا وانت كذلك مختص ومهتم بالسلامه المروريه خلال الشهر الفضيل، كذلك للاسف هو شهر تحدث فيه كثير من حوادث المرور نتيجة للتغير في نمط الحياة بشكل عام عند السائقين. دكتور، كيف ممكن يكون نتجنب كذلك بعض السلوكيات السلبية التي قد تكون سببا في حوادث المرور؟ ممتاز أخي مروز، أكيد للأسف نقول فقط أن الجزائر كل سنة تعرف أربع ذروات بالنسبة لحوادث المرور، عن ذروة فصل الشتاء ذروة الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي، عن الذروة الثانية المتعلقة بالتقلبات الجوية، عندنا ذروة العطل الصيفية أو العطل السنوية، وللأسف عندنا ذروة شهر رمضان اللي انتقل في حوادث مرور بشكل كبير جدا. كما يقول الأستاذ محمد العزيمي رحمة الله عليه، يقول أيها السائق إذا كنت أنت صائم في المركبة غير صائمة، وبالتالي قدرات السائق أثناء في شهر رمضان تصبح قليلة، تنخفض بشكل كبير جدا، أولا بفعل الصوم، والصوم كما نعرف هو انخفاض نسبة السكر وانخفاض التركيز، قلة ساعات النوم وكذلك يؤثر على السياقة، المناورات والتهور والسرعه المفرطه والقلق والتوتر، مظاهر كثيره تنتشر في رمضان قد تحول للاسف الحسن واستعمال المركبه الى مناظر ماساويه. للاسف حتى اليوم الاول من شهر رمضان لم يسلم من حوادث ومتجدده حوادث مختلفه. يلا دكتور، نبقى مع الشهر الكريم، نتحدث حول الصعوبات التي يواجهها اصحاب المصابين بالامراض المزمنه خلال هذا الشهر الفضيل. بنصائح عامة دكتور، كيف ممكن أن يكون لهؤلاء فرصة للصيام ولكن لا تتأثر صحتهم نتيجة هذه الساعات الطويلة 15 إلى 14 ساعة صيام؟ ممتاز، اكيد وللاسف الاسر الجزائريه وما تستعد، وهذه ظاهره في الامه العربيه وفي الامه الاسلاميه، نستعد لشهر رمضان من خلال وما تنظيف البيت، اعداد الاواني، وكذلك تحضير المقنيات الخاصه بالتغذيه، ولكن المفروض ان شهر رمضان كانت مستعد له من الجانب الصحي، لان في خاصه بالنسبه لاصحاب الامراض المزمنه المفروض ان يعمل على تعديل الحاله الصحيه او خاصه المصابين بداء السكري والضغط الدموي، يعني الحاله الصحيه تاعو تكون متوازنه حتى يتمكن من الصيام. وحتى اصحاب فيما يخص المصابين بمرض السكري، طبعا الكثير منهم ينصحهم اطباء المختصين في مرض السكري بعدم الصيام نظرا للمخاطر الكبيره التي ربما قد تنجر نتيجه الصيام لساعات طويله وعدم اخذ الانسولين وغيرها، لكن هم في النهايه يشعرون بنوع من الحرج امام الناس، يعني ماذا نقول لهؤلاء دكتور؟ أكيد للأسف هذه الظاهرة تنتشر بشكل كبير جدا، ونستقبل على مستوى العيادات والمستشفيات هذا المشكل، يعني نجد خاصة كبار السن ربما الكهول، يقول لك كما قلت يصاب بحرج، يقول لك ما نقدرش كيفاش ناكل أمام أولادي، كيفاش ناكل أمام أحفادي، ونقول له وللأسف نلقاهم يصوموا، ولكن هذا الصيام راح يأثر على الحالة الصحية تاعهم وعلى الاستقرار للوضع الصحي تاعهم ويزيد في مضاعفات المشكلة الصحية لديهم، نجدهم ربما كانوا مستقرين بعد الصيام تعرضوا لمضاعفات خطيرة جدا يحتاج يدخلوا إلى المستشفى. المفروض الطبيب المعالج هو الشخص المؤهل والفرد المؤهل انه يعطيك الرخصه لان هل تصوم ام لا تصوم. حتى بالنسبه للناس اللي تستعمل الانسولين، وهو النوع الاول من داء السكري، ان هناك نوعين، النوع الاول للناس اللي تستعمل الانسولين، والنوع الثاني هم الناس اللي تستعمل الاقراص. بالنسبه للناس اللي تستعمل الانسولين هناك فئتين، كاين الناس اللي يمكن انها تصوم، ولكن شكون ديال الناس اللي بامكانها انها تصوم؟ الناس اللي عندها السكر تاعها معتدل، ما عندهاش مضاعفات بالنسبه للاصابه بالسكري، والطبيب اذا كان عنده شاف عنده استقرار ومنضبط في المواعيد تاع الادويه تاعو،
يشجعوا للصيام، ولكن في اغلب الاحيان مستعملي الانسولين عندهم اضطرابات لان الجوع والاكل ياتي بعده بعض المضاعفات سواء الانخفاض او الارتفاع. لهذا استشاره الطبيب وتوجيه الطبيب يجب ان تاخر بعين الاعتبار تفادي لاي مشاكل صحيه. وحتى بالنسبه للمصابين بامراض المزمنه المفروض انه يكون هذا الشهر شهر رمضان المبارك فرصه كذلك لي التخلص من العادات سواء الغذائية أو حتى خلق نوع من الاستقرار صحيا دكتور. بالفعل أخي مرود، والله شهر رمضان هو فرصة، هي مناورة تدوم شهر لتخلص من السموم وإذابة الدهون وإذابة مختلف السموم كما قلت في البداية. المفروض أن إذا كان الشخص، بكل صراحة أن أقول هالعبارة، إذا كان الشخص يسمن في شهر رمضان فلا فائدة من الصيام، فإن شهر رمضان ننقص فيه شوية لأن نشجع المناعة، نحرك الدورة الدموية، نشط النخاع العظمي اللي ينتج الكريات الحمراء، نشط المناعة تاعنا، لأن حتى في الأيام العادية في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا أن نصوم صيام متقطع، والصيام المتقطع عنده دور كبير جدا في القضاء على السموم وتفادي الإصابة بداء السكري. ولهذا ننصح الناس، لأن هناك بعض الأمراض اللي تخزن في الكبد وفي العضلات والشحوم، هي فرصة لشهر رمضان لتنظيم العادات الغذائية السيئة، لأن نشوف كاين بعض الناس اللي عندهم اللي ياكل كل وقت وكل وقت، هذا كما لان كما طرقنا عليه في عده المناسبات، للاسف ان شهر رمضان ظاهره السمنه، داء السمنه اصبح ظاهره عالميه او داء عالمي، واصبح حتى عند الاطفال بفعل الوجبات السريعه. اذا شهر رمضان هي فرصه لضبط السكري، ضبط الاوزان، حتى المزاج، التخلص من العادات السيئه كشرب القهوه والتدخين اللي اصبح ظاهره منتشره عند الشباب وعند الكهول. اذا شهر رمضان هو فرصه لضبط تعويد الجسم على نظام غذائي معين، وليس رمضان هو الاكل والشرب، لان المفروض ان للاسف نستقبل اخي مرود يوميا خاصه بعد الافطار حالات من التسمم الغذائي، التخمه، لان هناك دخول كميه معتبره من الاكل في وقت واحد، طريقه الاكل السريع مثلا، تناول المشروبات الغازيه، كلها امور خطيره يجب تجنبها. اشرت الى نقطه مهمه، فرصه للمدخنين على سبيل المثال التخلص من التدخين وحتى مختلف العادات الغذائية الغير سليمة مثل ما أشرت دكتور. كذلك نقطة تجديد المناعة وتقويتها، ونحن نتحدث كذلك على أزمة كورونا دكتور، لا نتناسى ربما الإجراءات الواجب اتباعها والوقاية الدائمة من هذا الفيروس. أكيد أخي مرود، ربما نوضح للسادة المشاهدين هذه فرصة من خلال قناة النهار اللي احترمها، نقول بكل صراحة العالم الآن يعيش وضع وبائي خطير جدا، في كثير من الدول دخلت في الموجة الثالثة من حيث الارتفاعات وعدد الإصابات. في البرازيل وصلوا حتى 4000 قتيل أو 4000 وفاة يوميا، وعفوا في إحدى الأيام، والآن يصلون أو وصلوا إلى 600 وفاة يوميا. إذا الوضع خطير، لا ينسينا ربما لأن شهر رمضان، يجب التنبيه إلى نقطة مهمة جدا، الدولة ربما الأمة الإسلامية عندها عادات في شهر رمضان، زيارة الأهل والأقارب، نشوف الأسواق الآن مكتظة عن آخرها، صلاة التراويح، زيارة الأهل والأقارب، كلها فرصة لانتشار العدوى. إذا شهر رمضان يجب علينا أن لا ينسينا إجراءات الوقائية المتعلقة ب كم تباعد المكاني. ذكرت أخي مرود قضية البلاعة، الناس ما طرح هذا في السنة الماضية مع بداية الجائحة، هل الصيام يؤثر على المناعة ومقاومة الإصابة بالكوفيد 19؟ وهذا خطأ، فقط بأن أثبت الدراسات العلمية بعد 3 أيام صيام سوف يكون هناك تفعيل وتنشيط المناعة بشكل رائع جدا، لأن حتى بالنسبة لهذا نضطه مثل تبرع بالدم، تبرع بالدم تخلص من كميه من الدم، نفس الشيء بالصيام حتخلص حتنشط الدوره الدمويه، عفوا، والاهم كذلك هو تنشيط النخاع العظمي وتفعيل امراء جديده، تعطيك مناعه او كره بيضاء جديده، تعطيك مناعه جيده لمقاومه مختلف الامراض، وحتى في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. يلا دكتور نختمه معك، دائما مع شهر رمضان المبارك يبحث الصائم عن الأكلات التي ربما تخليه في أريحية، خلينا نقوله لا يشعر بالعطش، لا يشعر كذلك بالتعب، يأخذ الطاقة الكاملة خلال وجبة السحور مثلا. كنصائح طبية، ما هي الوجبات دكتور اللي تنصح بها الصائم سواء في وجبة السحور أو حتى في الغداء، ليكون كذلك حتى نمطنا
بعد ان شاء الله اخذ مختلف الوجبات او النمط الغذائي بشكل عام في رمضان يكون نمط سليم ولا يؤثر سلبا على صحه الصائم. والله سؤال ممتاز اخي مرود، لان وجبات الافطار وجبات السحور هي عباره عن شحنات، شحنات الهاتف يجب ان نعرف ان نستغلها ونعرف الشحنات اللي واجب استعمالها حتى نواجه اتعاب يوم طويل كما قلت 14 ساعه او 15 ساعه، فهو زمن طويل جدا قد يؤثر على توازن الصحي لدينا. اذا المفروض اننا نلجا الى الاغذيه ذات الهضم البطيء وليس الهضم السريع. الهضم السريع هي المأكولات الحلوى والدهون الى اخره اللي تحتاج الى كميه معتبره. اذا نحذر المشاهد الكريم من المشروبات الغازيه بكميه كبيره واخذ الوجبات الدسمه، لان الوجبات الدسمه تحتاج الى هضمها الى كميه معتبره من الماء، ونحن في نهار رمضان وبالتالي راح نمتلك كل الماء الموجود في العضلات عفوا في الدم ونصاب بالجفاف. اذا ما هو الحل؟ ربما يطرح المواطن الكريم المشاهد الكريم ما هو الحل؟ كيف اواجه يوم طويل من الصيام؟ نقول له للاسف بعض الامور قد يستغرب لها المشاهد الكريم، نقول له إلجأ إلى أكل الخضر في ساعات الإفطار، هي مهمة جدا، وكذلك البقوليات بمختلف أنواعها، لأن الخضر والفواكه والبقوليات تحتوي على كمية من الأملاح المعدنية وتحتوي على كمية من الماء التي يمكن أن يكون الهضم تاعها بطيء وليس عكس الأشياء الأخرى اللي يكون الهضم تاعها سريع. إذا الخضر والفواكه تعطيك مناعة على تعطيك مقاومة سكر زائد طاقة طول النهار، ونحذر من الجهد البدني الكبير في يوم الصيام او تنقل في ساعات الشمس الحاره او القيام بتمارين رياضيه قاسيه، التمارين تكون في الساعات المتاخره قبل الافطار بساعه او ساعه ونصف. شكرا لك دكتور على مختلف هذه النصائح والارشادات الطبيه لرمضان، ان شاء الله صحي تخلصوا كذلك مثل ما قلنا من العادات السلبيه، ويكون هذا الشهر ان شاء الله الشهر الفضيل فرصه لتصويب العديد من السلبيات في نمطنا الغذائي. شكرا لك دكتور محمد كواش.